الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير ومرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، اليوم السبت 4 يوليو 2020، ويسعدنا ويشرفنا أن نكمل في الحلقة الثالثة من سلسلة سيكولوجية الزول السوداني. السلسلة بدأ الأستاذ محمد جمال الدين مشكورا الباحث والمختص في علم الاجتماع بأنه عمل تأسيس مدخل عملي لإشكالات السودان الراهنة. قال انه فهم سيكولوجيه الزول السوداني يعني مدخل لحل اشكالات السودان الرهن. بدأ الحلقه الاولى بالكلام عن مخيال المجتمع، مخيال الفرد. في الحلقه الثانيه اتكلم عن قضايا الحرب والسلام، الاقصاء والاقصاء المضاد والعنصريه في السودان. واليوم هيكمل في الحلقه الثالثه عن المنظومات القيميه التي تشكل مخيال الزول. مرحبا بك استاذ محمد جمال الدين، وسعيدين جدا جدا بانه نكمل في الحلقه الثالثه. تفضل. اهلا اهلا يا اخي بيك ودكتور انور، واهلا بضيوفك الكرام، واهلا بالشباب النيرين في مبادره الباحثين السودانيين. والمرات الفاتت، الحلقتين الفاتوا، انا حاولت اعمل ما سميته بتوصيف الحاله السودانيه، الحال بتاعنا، الحال على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي والمستوى التاريخي والمستوى الاقتصادي، الحالة العامة بتاعت السودان، وعملنا كمان توصيف للحالة بتاعت الأقليم، وأدينا شوية كمان شنو الضوء على العالم الكلي اللي بنعيش فيه، لأنه مخيالنا ما بيجي من الداخل بس، المخيال بتاعنا والمزاج العام بتاعنا بتشكل عوامل كثيرة جداً. مؤكد العوامل الداخلية هي المؤثر الأكبر، لأنها عمرها طويل وشنو فاعليتها أقوى، لكن المؤثرات الأقليمية والعالمية موجودة عندنا. يعني مثلا تأثيرات دينية جاتنا من الأقليم معروفة، وتأثيرات أيديولوجية جاتنا من العالم زي الاشتراكية والليبرالية، وقلنا دائما نحن ما بنغيب، لكن نحن بنحاول نوصف الحالة. وإذا كانت الحلقات الماضية كانت توصيف للحالة، دي الحلقة الأولى اللي نحن هندخل فيها في الموضوع مباشرة. وإذا الموضوع معقد جدا، ما زي توصيف الحالة العامة، الناس الشوية المركزين والمهتمين مطلوب منهم المرة دي تركيز أكبر كمان. ده أملي ورجائي، وأتمنى أن أكون يعني وفق بأن أكون واضح واستطيع ان اشرح الحاله. وقبل ما ابدا هقول لكم، لو تلاحظوا في غضب في اطراف السودان، في غضب بالمناسبه، غضب بتشوفوا غضب من قبائل وجماعات وعشائر، وغضب من جهات. يعني على سبيل المثال، اذا بدينا بالحلفاويين في اقصى الشمال، هم زعلانين، وزعلانين جدا من بقية السودان، لأنه بيفتكروا الناس تخلوا عنهم أيام غرق حلفة، الآخرين تخلوا عنهم. ولما تمشي شرق السودان بتلقى البيا وجماعات كبيرة من العايشة، الجماعات العايشة في شرق السودان غاضبة من البقية، وغاضبة تحديدا من الوسط النيلي الوسيط. وبنعرف مثلا مؤتمر البيجا كان رافع السلاح في شرق السودان زي ما قلنا المرات الفاتت، وبنعرف أسود الرشايدة، دي جماعة من الاسم معروفة، والرشايدة اشتهروا في لحظة ما عند بعض الناس بأنهم هم بيشتغلوا أحياناً في التهريب. وده معناته شنو؟ التهريب معناته التمارة ضيام من السيستم الكلي، التمارة ضيام منه. بالتالي مسألة تهريب دي عند الآخر، هم عندهم ده ما تهريب، هم عندهم أصلاً هم ما جزء من السيستم وما قبلانين منه، بالتالي دي بيفتكروها ممارسة طبيعية. لما تمشي النيل الأزرق بتلقى جماعات الفونج والأنقسنة زعلانين ورافعين السلاح. لما تمشي جبال النوبة بتلقى جماعات كبيرة جداً في جبال النوبة، بنعرف كاودة، غضبانين زعلانين ورافعين السلاح. لما نتذكر الجنوب سابقا لغايه ما انفصل، كانت جماعات كبيره جدا في الجنوب تقود الحركه الشعبيه، كانت غاضبه لحد ادى هذا الغضب والزعل الى انفصال الجنوب.
لما تمشي دارفور من سنين عددة وبدت القضية العمل المسلح في دارفور سنة 2003 ذات مينز بأنه في جماعات في دارفور غير غاضبة وزعلانة وغير راضية بالسيستم الموجود في السودان. وهنا من هنا اللي بقول شنو، ودارفور لم تبدأ سنة 2003 باي زوي، دارفور بدت بنهضة دارفور تأسست سنة 64، أسسها دريج، يعني العمل المسلح المنظم ده نشأ سنة 2003، لكن في زعل قديم. كذلك شرق السودان، يعني في يعني ما بدت المسألة بمؤتمر البيا اللي تأسس، يعني سوري العمل المسلح بتاع مؤتمر البيا اللي تأسس سنة 95، إنما مؤتمر البيا أقدم طبعا كما نعلم. وأنا هسه من هنا داير أقول شنو، داير أقول بإنه الزعل ده بيضغوده غبائل وعشائر موجودة في أطراف السودان بالاسم، يعني بيضغوطوا غبائل محددة الرافع السلاح، والغضب ده في النهاية بتمظهر على أس القبيلة والعشيرة. من هنا بنجي حنتحدث عن المنظومات الغيامية اللي بتجعل الناس ذي المتلاحمين، كيف الناس ذي عندهم شعور بالمصير المشترك ضد الطبيعة والآخر، الآخر ده بحددوه هم، الناس بتحددوا كل مرة. لكن الوسط النيلي برضو، يعني الوسط النيلي هو ما وحدة واحدة. لما نجي شان أنا بعد ده حأدخل لكم في المنظومات الغيامية اللي بتشكل مخيالنا، والمنظومات الغيامية دي ما جاء من الفراغ، إنما مبنية مستندة إلى بنيات غائمة، بالبنيات دي عندها عمل بتعمل في أرض الواقع في السياسة وفي البزنس وفي الثقافة. بعد شوية حنلقى بأنه البنيات دي عندها حكاويها الشعبية وعندها أغانيها وعندها إرثها وعندها تاريخها وعندها إحساس أعضاء بمصيرهم المشترك، وده ما بيقوم ساكت، ده في منظومات قيمية بتشكل مخيال الفرد وتجعله متمايز عن الجماعات الحوله، وتجعله عنده إحساس بجماعته المحددة. الوسط النيل يبقى الناس دي زعلانين من القبائل الموجودة أو قول الجماعات الموجودة في الوسط النيلي. ليه؟ لافتراض أساسي جدا بأنه الجماعات الموجودة في الوسط النيلي بيدها السلطة، وبالتالي هي محتكرة السلطة ومحتكرة الثروة بتاعت البلد. من هنا جاء الغضب، وبتستأثر بالغدر الأكبر من السلطة، وبالتالي بتستأثر بامتيازات. الكلام ده ممكن يكون صحيح ولكنه في حتة خطأ، أوريكم الصحيح ما معلوم، وبنلقاه في المنافستات بتاعت المنافستات والبيانات بتاعت الحركات الموجودة في الأطراف دي كلها، وبنلقاه في الكتاب الأسود. وفيه جزء كبير حقيقة ولكن هنالك خطأ. الخطأ وأسه نحن قلنا دائما ما بنغيم، بنوصف الحالة، وأنا بديت بتوصيف الحالة عشان أمشي للمنظومات الغيامية. المرة دي تلخيص لتوصيف الحالة اللي قلتها في المرات الفاتت. الوسط النيلي كان على مر التاريخ فيه موية أفضل، بالتالي فيه استقرار أفضل، بالتالي الجماعات اللي فيه قدرت تعمل تصالح مع نفسها أفضل، وقدرت تمتزج مع بعض أفضل، بالتالي تفرغت بأنها هي تعمل بيزنس، بالتالي بيزنس خارج الدولة وبيزنس في إطار الدولة، بالتالي هي اكتسبت مقدرات مادية أفضل. أنت لما تكتسب مقدرات مادية أفضل بيكون أصلاً قائمة على استقرار أفضل، بتكتسب إديوكيشن تعليم أفضل، وبالتالي برضو كمان بيكون انفتاحك على العالم الخارجي أفضل، وتخاطبك مع العالم الخارجي بيكون أفضل. لذلك حتى الاستعمار لما يجي السودان هو بيتحالف مع الجماعات دي لأنها تستطيع أن تدير معاه الدولة، ثم ثانياً يمشي إلى الجماعات الأخرى اللي عندها إمكانيات أقل. دي تلك هي القضية. لكن نحن هنا ما في مجال التقييم السياسي، نحن هنا في حتة مهمة جدا، دايرين نقول إنه الجماعات دي ذاتها كلها في الوسط النيلي الوسيط وفي شمال السودان وفي شرق السودان وفي دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق
وفي الجنوب سابقا وفي كل أرجاء السودان، كيف بيكون عندها إحساس بذاتها؟ كيف بيكون عندها إحساس بذاتها عشان بعد ذاك تجي الفرد منها تجعله جندي عشان يخدم أهداف القبيلة أو أهداف الجهة؟ ده بيكون وفق منظومات قيمية محددة. خلوني المنظومات القيمية دي، لأنها مسألة دقيقة جدا، أقراها لكم قراية من البحث نفسه. شنو يعني منظومات قيمية؟ نستطيع أن نلاحظ أن هناك ثلاث منظومات قيمية رئيسية تقف خلف مجمل تمظهرات المجتمع المدني في السودان. المجتمع المدني دي بعني بها المجتمع كاملا، بخليها جدليا نقول المجتمع السوداني بدلا عن المجتمع المدني، المجتمع السوداني. وهذه المنظومات القيمية تمثل سببا جوهريا في تنوع تمظهرات المجتمع وتمايزها عن بعضها البعض، يعني الجماعات المجتمعية. وهي هذه المنظومات ثلاثة كالتالي: منظومة قيم الجسدانية، أي منظومة قيم الدم وشائج الدم، منظومة قيم الروحانية، منظومة الغيب حنجي نشرحها بعد شوية، وتلاتة منظومة قيم العقلانية أي الموضوعية، ودي قيم المدنية الحديثة. مع الوضع في الحسبان اختلاط وتشابك القيم، يعني الفصل ده هسه هو فصل أكاديمي فقط. طيب، تقف منظومة قيم الجسدانية، ودي المنظومة الأولى والسائدة، منظومة قيم الدم، خلف جل التمظهرات الإثنية والعرقية وأهمها القبيلة والعشيرة. والجسدانية تكون في إعمال طاقة الجسد في سبيل سيطرتها على العقل والروح في مواجهة الطبيعة والآخر، ودائما هنالك هدف، الهدف مركب وهو بغاء ومعاش وأمن ورفاهية الجماعة، وكل له حيلته. وأهم قيم الجسدانية هي الرجولة والشجاعة والأمانة والكرامة والشرف والمروءة والشهامة والكرم، وهي قيم نحن، يعني قيم الجماعة، مش قيم الأنا الفردانية، لا، قيم الكتلة. وجسدها تمظهر هيكل وأس عضويته من الفرسان أولي الغربة يساوي وشائج الدم أي العشيرة، ورمز مكانها المادي في التاريخ والحاضر هو السري، شدوله ركب فوق مهرك الجماح، ما هو الفافنوس، ما هو الغليظ البوس، الخيل عركسا ما قال عداد كم. شفت كيف انه العشيره ده طبعا مجرد مثال، كل العشائر والقبائل عندها ادب وعندها شعر وعندها حكاويات شعبيه، ده بعد شويه كله حنجيو، انا بس بحاول اوضح لكم شويه. والرمز فعلها اي قيم الجسدانيه، والرمز فعلها هو السيف. شوف انا خدت السيف الوراي ده، هو سيف اصلا يعني سيف، مش يعني سيف حقيقي، انما سيف فولكلوري انا خدتيه من البدايه عشان نجي للحته دي لقدام، لانه حنعرف لقدام انه قيم العشيره بتشكل معظم مخيالنا، وبتشكل السياسه في السودان، وبتشكل وبتعمل البيزنس والتجاره، وبتعمل الثقافه. ونحن طبعا بنتحدث عن الواقع، يعني الناس الرافضين للقبيله والعشيره كبنيات قديمه وانحيازيه عمياء واحيانا لا انسانيه، لانه بتقسم الناس على اساس الدم، ديل عندهم حق، لكن للاسف يا عزيزي بانه ده الواقع علينا ان نتعامل معه. ده هسه نحن بنتكلم قلنا عن قيم الجسدانية. بعد ذاك خلوني أنا أختصر بدون ما أقعد أقرأ كثير، أختصر لكم يعني كده من راسي. دي قيم الجسدانية، وهي بتشكل قلت معظم مخيالنا وخيالنا وتصرفاتنا مع بعضنا البعض وتصرفاتنا مع الآخر، سواء الآخر الداخل الروعة الجغرافية أو الآخر في الأغليم. وبالتالي الآخر في الأغليم، الآخر حولنا في الرقعة الجغرافية، عنده أحكام مختلفة لنا للزول المحدد، والآخرين في الأغليم عندهم أحكام لنا بناء على تصرفاتنا اللي هي أصلا مبنية على البنيات القيمية دي. أنا السيد حدثت عن البنية القيمية رقم واحد، بنية الجسدانية،
بنية الدم، بنية العشيرة، أجل البنية الثانية واللي هي بنية الغيب، منظومة بنية الغيب. والغيب بتشكل في الأساس في السودان البنية الفاعلة فيه، والغيب أشكاله كثيرة، لكن البنية الفاعلة له هي الطريقة الصوفية. والطريقة الصوفية دي ضاربة في مخيالنا، لأنه في يوم من الأيام المسيح ده كان هو مكان للعبادة وكما هو الآن، ولكنه أيضا مستشفى ومأوى للناس ما عندهم مأوى، ومدرسة طبعا مؤكد بنعرف الخلوة، وكان يعني عنده ومحكمة طبعا برضو يعني. بالتالي ده برضو بشكل مخيالنا بالقدر الأكبر، يعني مخيالنا فيه قدر صوفي كبير جدا، لأن القيم دي ما بتقوم من الفراغ، بتقوم دائما من أجل هدف نحن قلناه بيل، اللي هو البقاء والمعاش والأمن والرفاهية. لأنه دائما ما في دولة في الماضي دولة يعني دولة بتاعة خدمات، ولا عندنا دولة خدمات في الوقت الحاضر. دائما بنية العشيرة وبنية الطائفة أو الطريقة الصوفية كان عندها دور كبير جدا في التضامن من أجل إنه الناس يكونوا عايشين في أمن وسلام في المجتمع، وبتدافع عن أعضاء بشكل مستمر، وبتتضامن مع الآخرين بشكل مستمر في الماضي. قيم الروحانية أو الغيب هي بتتمثل في الآتي. طبعا القيم كثيرة، بس بديكم مثال، بس بتتمثل في الزهد والورع والتواضع، دي أهمها، الزهد والورع والتواضع، دي قيم مطلوبة جدا وبتشكل مخيالنا، لأن المجتمع بيحملك لها في راسك، الناس المنتمين إلى الجانب ده يعني الصوفية. اللي بيحصل بأنه القيم دي برضو عندها مسالب، دائما المسالب بتاعت قيم الجسدانية اللي قلناها رقم واحد، اللي هي قيم العشيرة، قيم الدم، هي الانحيازية العمياء واللا إنسانية. أنا أجي أشرحها لقدام يعني شنو لا إنسانية، لأن القبائل بتتفاضل على بعضها البعض بالدم، بالنقاء العرقي. إذن بالتالي القيم دي عندها مسلبة، قيم عظيمة قلنا فوق، المروءة والشجاعة والكرم والشهامة والعزة والرجولة. طبعا الرجولة قيمة من قيم القبيلة والعشيرة. نرجع للقيم، المنظومة القيمية الثانية، وهي منظومة قيم الغيب والروحانية. قلنا إنه أيضا عندها مسالب، من مسالبها العبثية والاتكالية. لذلك حتلقى بعدين لقدام لما نجي نكمل منظومات القيم دي، حتلقى الإنسان السوداني العيوب دي برضو فيه. نجي للمنظومة القيمية الأخيرة، وهي منظومة العقلانية أو الموضوعية، وهي المنظومة المدنية، يعني بتستند إلى المنظومات المدنية الحديثة، وهي يعني من أمثلتها الاستنارة والنظافة والادخار والنظام. ودي المنظومة دي بتلقاها أكثر موجودة في المدن، لكن في الحقيقة المدينة نفسها موجودة فيها القبيلة وموجودة فيها العشيرة، والمدينة نفسها موجود فيها الغيب، والريف موجودة في المدينة. يعني ممكن تلقى راعي أغنام في منطقة البطانة متحضر ومتمدن أكثر من زول عايش في نمر 2 أو الصافية، هذا بصبه. لكن الصبغة الغالبة بأنه المفترض أنه القيم دي موجودة في المدينة لأسباب حنقولها لاحقا. دي المنظومات القيمية الأساسية اللي بتشكل مخيال الفرد في السودان، في كل أرجاء السودان، مع تفاوت من منطقة لمنطقة. لأنه إذا تحدثنا قلنا أنه طبعا البنيات دي ما بتقوم عبطا ولا عبثا، إنما بتستند على بنيات اجتماعية. قلنا قيم الجسدانية بتستند على شنو؟ على العشيرة. وقيم الغيب بتستند على بنية الطائفة، دي بنية موجودة عندها أعضاء حتى لو ما مسجلين على الورق، وبنية العشيرة برضو بنية موجودة عندها أعضاء حتى لو ما مسجلين على الورق، وعندها لوائح وعندها نظم. وكذلك بنية المدنية، بنية المدنية بتتمثل في النغابة والمصنع، ودي بنيات المدينة اللي عندها قيم، يعني القيم اللي قلناها دي.
ومن المسالب بتاعت المنظومة القيمية المدنية عندها برضو مسالب خطيرة جدا. يعني القيم دي، المنظومات القيمية دي كلها اللي بتقوم على بنيات محددة، كلها عندها محاسن بنفس القدر، وكلها عندها مسالب بنفس القدر. من المسالب بتاع بنية المدنية اللي هي الاستغلالي بالغين، الاستغلالية يقول لك زول مستغل بيستغل الآخر، والأنانية لأنه قيم المدنية جامع الفردانية، وائل إنه القيمتين الأوائل، المنظومتين القيميتين الأوائل هم قيم نحن، هم قيم الجماعة، إنه الجماعة بتكون كتلة واحدة. أضرب لكم مثال، نحن أولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا، ده شعير العشيرة، ما مقصود بالسودان، مقصود بالعشيرة. السودان ده موضوع تاني، الدولة والوطن، لأنه لغاية الساعة نحن كلنا في كل أرجاء السودان إحساسنا الوطني بالكامل لم يتشكل بعد، لأنه ما عملنا دولة تحقق مصلحة للجميع. وهنا برضو نحن ما بنغيم، والمسؤولية هي مسؤولية الجميع. اللي بقوله هنا في الحتة دي شنو؟ إنه جميع المنظومات القيمية دي زي ما عندها محاسن عندها مسالب. وكمان ننتهي من دي ونمشي عشان نوضح أكثر بإنه ده كيف بيشكل خيال الفرد. لأنه أنت كجزء من الجماعة عندك واجبات، ولكن عندك حقوق، عندك حقوق بتستمتع بها داخل الجماعة. ولو تلاحظ أساساً، طبعا بقول الفصل ده فصل أكاديمي، بعد ذاك القيم ده كلها مختلطة مع بعض عشان تشكل مخيال الفرد، مخيالنا كلنا بنفس القدر. يعني ما في إنه هناك درويش أنت ما عندك شغلة فيه، الدرويش ده قاعد جواك مهما كنت أنت وين، ومهما كنت أنت ما عندك علاقة بالتصوف، لأنه ده يا عزيزة أصبح مخيال، ما درويش حايم برا، الدرويش حايم في راسك. ثم الرجل العشائري الذي يتمتع بالقيم اللي أنا قلت هذه، قيم الشهامة والكرم والمروءة، دي قيم موجودة في راسك، والمسالب بتاعتها موجودة في راسك. وكمان برضو قيم المدنية ما موجودة بالضرورة زول برا بس شغال في مصنع أو زول في نقابة أو في تجمع المهنيين، القيم دي موجودة في راسك. لكن الصبغة الغالبة عندنا كلنا اللي بتشكل مخيالنا بالقدر الأكبر كلنا في كل أرجاء السودان وفي المدن وفي الأرياف هي قيم الدم. كيف؟ أي زول فينا عنده أسرة ممتدة، صحيح؟ ده مثلا في أوروبا ما في، يعني أنت عندك أبوك وأمك وأخوانك وأخواتك، دي الأسرة النووية بسموها. ولكن في الأسرة الممتدة اللي بعد ذاك بتنضم لها الجدة والجد، الحبوبة والجد، والخال والخالة، والعمة والعمة، دي الأسرة الممتدة. أي زول فينا عنده أسرة ممتدة، وأي زول فينا متضامن مع أسرته الممتدة بالضرورة، وبيمشي لجدته بزوره، وبيمشي لخاله بيوم في البيت في المناسبات أو بدون مناسبة. ده ما قاعد يحصل في المجتمعات المختلفة عننا. يعني مثلا أوروبا ما فيها حاجة زي دي، الأسرة بتنتهي في اللحظة تحت الأسرة النووية، ما بتتمدد. يعني الولد والبيت بيطلعوا من البيت والأسرة بتتفرتق وهم عمرهم 18 سنة. ده ما يريده المجتمع وما تريده الدولة. يعني بين قوسين كده في ناس بيفتكروا ده انحلال أسري، وده كلام، ده طبعا ده المخيال بتاع مجتمعاتنا التاريخية. ده في الحقيقة ده مجتمع الفردانية، مجتمع الأنا، ما مجتمع الجماعة، ما في أمي وحبوبتي، أنت ما محتاج لهم في حاجة، وهم ما محتاجين لك في حاجة، لأنه أنت عييت في رغم بتضربه 112 عندنا هنا، بيجيك الإزعاف في البيت، وأصلك أنت بدربوك من بدري على المسألة دي، أنت عندك أوريدي حساب في البنك، ما محتاج لما تعرس الناس يجوا يعملوا لك خطة. انت عندك تأمين لما تمرض، ما محتاج لما تمرض يجوا الناس يغمتوا لك تحت المخدة. انت عندك شنو؟ انت عندك تأمين لما تموت، بتجي جماعة انت مت في البيت براك، ما محتاج لأمك ولا أبوك ولا حبوبتك ولا خالك ولا المجتمع اللي حولك،
انت مت في المستشفى في البيت، عندك تأمين، بتجي الشركة المؤمن فيها بتلبسك وفق الشعائر بتاعتك، انت مسيحي، المسيحية انواع ذاتها، كاثوليكية وبروستانت وكالفينية ورومانية، الكنيسة الرومانية وكده، اي زول عنده شعائر مختلفة عن الاخر، او انت مسلم او انت يهودي او انت بوذي، بتسجل دينك، بتجي الشركة دي بتعمل لك الشعائر، هي بيجيبوا ناس ويلبسوك يكفنوك وفق الشعائر بتاع دينك، ما محتاج لأي جماعة. عشان كده الأسرة الممتدة والعشيرة والطائفة بمعناها الكلاسيكي كلها انتهت. ممكن تلقى جماعات دينية لكن بالمعنى الحديث، يعني زي ما زي النغابة، زي ما زي التجمعات المهنيين والموظفين والكده يعني، والنوادي الحديثة. ما في طائفة بالمعنى القديم للكلمة عندها شيخ، وما في عشيرة عندها ناظر زي ما عندنا، لأن هنالك حوجة. لغاية السعيدة لما تمرض في تاريخ السودان كله، لذلك نحن محتاجين للتضامن، والتضامن ده إذا بيتطلب لازم أنت تنصاع لمنظومة الغيم، لأنه إذا القبيلة أو الجماعة هجم عليها وحش أنت مفترض تكون شجاع. عشان كده الغيمة دي مطلوبة، وانت اذا ما تحليت بالقيم المحدده دي، هسه بنحلل في القيم الاولى، المنظومه القيميه الاولى، منظومه العشيره، منظومه قيم الدم، وقلنا منظومه قيم الدم دي موجوده في اي زول في راسه في قيم دم. ليه؟ لانه نحن محتاجين لها، ولانه هي موجوده، وحتى لو ما عندك عشيره بالاسم ولا عندك قبيله بالاسم، انت عندك اسره ممتده، صح يا استاذ؟ مش عندك حبوبتك وجدك إذا حيين بالزورم، وعندك خالك وعمك وخالتك وعمتك، دي الأسرة الممتدة. الأسرة الممتدة دي طوالي طبعا الزيارات دي ما بتتم ساكت، إنما بيحصل مصالح مشتركة في الضراء والسراء، في السراء والضراء، يبقى معناتها برضو كمان الناس بتعمل بيزنس، كمان بتساند بعض في مستوى السياسة، وبتساند بعض في المستوى الاجتماعي، وبتساند بعض في المستوى الرمزي، وبتساند بعض مساندة مادية عادية. الزول الفقير بيقيفوا معاه، والغني بيقسم للتانيين بدرجات متفاوتة. طبعا تلك هي القضية، انه نحن انا بقول اذا شنو، انه قيم الدم مشكلة مخيالنا بالغدر الاكبر، وقيم الدم دي يعني مطلوبة، لانه نحن مجتمع تضامن اجتماعي. مجتمع التضامن الاجتماعي ده يا استاذ مهم جدا، لانه انت لو غني موظف مثلا كبير في بنك الخرطوم على سبيل المثال في الماضي او الحاضر، انت ممكن تقول يا جماعه انا والله مستغني عنكم، على سبيل المثال واحد هنا فيكم ممكن يقول له والله انا يا اخي طبيب ومستغني عن الجماعه، وساكن مثلا منطقه جميله جدا، نقول أصحابي عند أصحابي في نعيم، أنا أضرب بها مثال، منطقة في النيل الأبيض جميلة جدا وتاريخية جدا، أنا يا أستاذ أموري تمام وما عايز مع الجماعة حاجة. أي أنا حضرب لك مثال يا بتاع سيكولوجية الزول السوداني، إنه أنا أستطيع أن أكون فرداني وأنا أحقق حاجاتي براي، لأنه عندي تعليم كفاية وعندي قروش، موظف كبير في البنك. لا يا أستاذ، انت عارف انه لما تموت عبر التاريخ كله لازم بعد ذاك دي اللحظه دي انه بتجي الجماعه، قروشك دي هتكون في الخزنه، بتجي الجماعه تكفنك، وتجي الجماعه توديك القبر ويحفروا لك القبر مجانا، وبعد ذاك يدقوا لك الصوان مجانا، وبعد ذاك وفق الاعراف والمسل بيعملوا كشف، كشف بتاع بيت البكا، بيدفعوا فيه كل الناس، النسوان عندهم كشف والرجال عندهم كشف للميت، وده عرف اجتماعي سائد وقديم. وبعد ذاك بيجوا ناس بيدقوا الصيوان مجانا، بيجوا ناس بيدقوا الصيوان مجانا، ويقعدوا 3 يوم ويجيبوا الاكل من الجيران والاهل كلهم، الاسره الممتده والعشيره كلها تجي بيت البكا. وزمان بيقول لك الزول ده ما شال معايا الفاتحة في موت أبوي، ده زول خلاص ما يعني، لأنه الناس متضامنة، وإنت معناتها ما متضامن معايا معناها بتحتغرني. فالبيحصل يبقى هنا داخل، وبعد ذاك شنو كمان لسه؟ إنه في ناس بتبكي،
يعني في النسوان بيكونوا بالجنب هناك بيكونوا بيبكوا، ده سبورت كمان غير السبورت المادي، في سبورت كمان معنوي. البكا ده ذاته هو ما تضامن مع أهل الميت، ده كله مجانا بيعمل المجتمع مجانا. وكمان في مستويات مختلفة، لما تمرض طبعا زي ما قلنا قبل، لما تعرف لغاية السعر في الماضي كان أكثر، وطبعا خيالنا جاي من الماضي أكثر، ولكن لأنه ما عندنا دولة حديثة وما عندنا مجتمع حديث وما عندنا سوق حديث في لا في الماضي ولا في الحاضر، نحن لغاية السعر محتاجين للأسرة الممتدة في أرجاء كثيرة من السودان وفي أطراف السودان في الهامش والمركز وفي الأرياف وفي المدن داخل المدن ولو طبعا بدرجات مختلفة. دي كمان نحن لسنا محتاجين لغيم يعني للعشيرة فقط، بنية العشيرة، إنما محتاجين برضو لبنية الطائفة، والدليل لغاية الساعة الطوائف موجودة والنوبات موجودة، دي ما قائمة عبطة، دي بتحقق أهداف مادية ومعنوية لأعضاء وعندها تأثير في المجتمع وتأثير في السياسة. وبنية العشيرة بتتولد عنها أحزاب سياسية طبعا مؤكد في وسط السودان الوسيط وفي شمال السودان الأقصى، وهي كمان بتتولد عنها أحزاب وحركات مسلحة أظهر في أطراف السودان الأخرى. وتحدثنا في الحلقتين الماضيتين بأنه ركزنا أكثر على توصيف الحالة، وقلنا كلما مشيت الريف بتختفي الطائفة وبتختفي البنيات تحت المدنية، بالتالي الناس أحوج للعشيرة، بتكون العشيرة هي الأساس بتاع الحرب والسلام، الأساس بتاع حل مشاكل الناس، والأساس بتاع البيزنس، والأساس بتاع التجارة. ونحن قبيل إذا ضربنا مثال بأسود الرشايدة، سوري قبيلة الرشايدة طبعا لهم التحية، ونحن لما نضرب أمثلة دي مجرد أمثلة لأنه بنضرب بنوصف الحالة في السودان كله، وكل قبيلة عندها يعني محاسنة وعندها جماليات وعندها أدبة. برضو أيضا لما نمشي لغرب السودان بنلقى قبيلة الزغاوة عندها تضامن كبير جدا مع بعض، وبيعرفوا يعملوا تجارة مع بعض، وبيعرفوا يعملوا بيزنس مع بعض. هذه ملاحظة خاصة يعني، وده مثال بس، بنسمع بأولاد الدبيبة، بنسمع بأولاد أمدوم، ديل كلهم عندهم بيزنس في الماضي والحاضر مع بعض، وده بيحصل داخل كل القبائل والأعراق بتاعت السودان. لما تمشي شمال السودان بتلقى المحس متضامنين مع بعض، ولما تمشي السعودية بتلقى إنهم هم مسيطرين على الغصور الملكية لأنهم هاجروا في الماضي وبيشغلوا بعض لأنه بيثقوا في بعض. بس ده السكرت، إنه هي كده، مش بنحكي عن جماعة محددة. نحن دي أمثلة عشان أغرب الحالة بس ليكم يعني، وأمثلة يعني أنا أحب يعني. بالتالي ماذا نعني هنا؟ نعني بأنه البنية العشيرة دي الناس محتاجين لها، برغم أنه بنية قديمة وتاريخية لكن في حوجة لها في الواقع، لابد أن نتعامل معها وندفع إلى محاسن الغيم. ده مهم جدا جدا، لأنه لغاية سنة محتاجين لها كلنا بالإجماع، لغاية سنة محتاجين للأسرة الممتدة، ودي بنية عشيرة. البنية الطوالي بتنبني على أساس العشيرة، لأن أصلاً القبيلة بتنبني كيف؟ من الأسرة الأسرة النووية بتبدأ الأسرة الممتدة. الأسرة الممتدة كم أسرة ممتدة مع بعض بشكل عشيرة، وكم عشيرة مع بعض بشكل القبيلة. والقبيلة في كثير من الأحيان لا ترى، زي ما في التوسير أظن واحد من الماركسيين إن كانت ذاكرتي صحت يعني، قال إنه الطبقة تتمظهر ولا ترى. في الحقيقة برضو أحياناً كثيرة القبيلة بتتمظهر بشكل عشائر وأسر ممتدة، لكن القبيلة نفسها لا ترى. يعني عشان تمشي شرق السودان وتلمس قبيلة اسمها الهدندة أو قبيلة اسمها الحلنقة، أو تمشي تلمس قبيلة اسمها الجعلين، أو تلمس قبيلة كاملة اسمها الزغاوة، صعب. لكن حتلمس عشائر وبيوتات، لما تمشي الطينة حتلقى عشيرة من عشارة الزغاوة تعريف هيدي بأعضاء وناسة وشغلة وبزنسة وحركات المسلحة. والتنوع هنا بين قوسين
بتاع الحركات المسلحة في دارفور ده البعض يشجبه، ده كلام خاطئ وغصر نظر. التنوع بتاع الحركات المسلحة في دارفور ده بينبي ويؤشر إلى التنوع العرقي والعشائري في دارفور، والتنوع العشائري مهم بقدر أنواع التنوعات الأخرى. يعني الناس اللي بيشجبوا التنوع العشائري والقبلي دي الناس في الحقيقة مغرضين، لأنهم دي معظمهم بتلقاهم ناس البنيات الحديثة اللي هم العشيرة والقبيلة والطائفة منافساهم على السياسة وعلى البيزنس وعلى المدينة. لما يتعامل البرلمان، البرلمانات الفاتت كلها بتجي القبيلة تسيطر على البرلمان، وبتجي الطائفة تسيطر على البرلمان، ودائما القبيلة والطائفة متضامنين مع بعض في تاريخ السودان لأنهم بنيات قديمة وبيناتهم تلاغي وبيناتهم انسجام. البنيات الحديثة ضعيفة وفي صدام مع البنيات دي. يعني أي شجب قبلي ده بالمناسبة إخصاء، لما يقول لك يا أخي دي قبائل أو عشائر أو حركات مسلحة تقوم على أساس القبيلة، ده إخصاء طوالي، لأن الناس دي ما عندهم بنيات أخرى تمثلهم غير كده تدافع عن حقوقهم، ما في. ثم إنه معظم الحركات الموجودة في الريف المستندة إلى القبيلة أو العشيرة حركات ثورية وحركات يؤمها ويقودها ناس متعلمين وعلمانيين كمان، أفضل من الحركات الأحزاب الموجودة في المدينة نفسها، سواء كانت يعني كلاسيكية قديمة أو كانت حديثة اشتراكية أو ليبرالية. إنه الحركات دي حركات مستنيرة ويعني عملت على تثوير القبيلة وتثوير العشيرة، لأنه زمان العشيرة والقبيلة عندهم ناظر وعندهم عمدة ورث القيادة بالوراثة، لكن الآن هنالك غائب للحركات وللأحزاب الناشئة في الريف يستطيع أن يكون منتخب ولم وجاء إلى القيادة بنضالاته وباجتهاداته وبمعظم رضا الجماعة. دي لازم ننتبه لها جدا جدا. أنا ما حأسرف فيها كثير، أظن تحدثنا في الحلقات الماضية عنها بالغدر الكافي. طيب أرجع أقول لكم معلومة مهمة جدا. أنا زي ما قلت البنيات الثلاثة دي ما في غيرها في السودان بالمناسبة، يعني بعدين ما موجودة في بقية العالم لا بنفس الغدر ولا بنفس النوع. عشان كده نحن مجتمعنا مختلف عن المجتمعات اللي حولنا، وكمان نفسياتنا ومخيال مختلف عن المجتمعات اللي حولنا بالتالي وعن العالم. ولذلك السوداني مدهش عند الآخرين، لأن المنظومات القيمية دي بالشكل مخيال ودي غير موجودة في المناطق اللي حولنا في الأغليم، وده اللي قدام ممكن نشرحه بدقة. لأنه إذا كان الأغليم ذاته فيه بنيات عشائرية زي ما عندنا، لكن القيم بتاعتها مختلفة، لذلك هناك مخيال الفرد بيتشكل بطريقة مختلفة. لذلك الإنسان السوداني اللي قلنا بيتشكل مخياله في القدر الأكبر العشيرة والقبيلة، لما يمشي السعودية والسعودية مجتمع من الناحية دي بيشبه المجتمع السوداني من الناحية دي، طبعا فقط بيشبه المجتمع السوداني، لكن الإنسان السوداني مدهش للإنسان السعودي العشائري زيه، لأنه منظومة القيم مختلفة. عشان كده الراعي رجع القروش وبيبيع الغنماية، القصة المشهورة بالسعودية دي واحتفوا بها الناس، ده لأنه منتمي إلى المنظومة. المنظومة قلنا غيمة الشجاعة والأمانة والشرف والعزة والمروءة والرجولة، ودي الجماعة بتدفعك دفع الامتثال، لأنه قلنا إيه الجماعة محتاجة للشجاعة عشان تدافع عن نفسها، ومحتاجة للكرم لأنه ما كل ناس عندهم نفس القدر من الإمكانيات. بالتالي عشان يحصل سلام وانسجام داخل الجماعة لازم الكرم تكون، الكرم يكون قيمة كبيرة جدا. قال لك إيه، شوف الكلام اللي بيبدو بشع ده، وإنه حقول لكم أبيات شعر ودي مقدمة ليه، شوف الكلام اللي بيبدو بشع وخطير ده ما بشع، دي في الحقيقة القيم بتاعت العشيرة والجماعة. بيقول شنو بيت الشعر، أبيات الشعرية،
ودي شوف بتتمثل فيها كم قيمة. نحن أولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا في لقى في عدم دائما مخدر صيفنا، ونحن بخرز يعني القدح الكبير بنملاه بنكرم ضيفنا، ونحن الفوق رقاب الناس مجرب سيفنا. دي قيم القبيلة. شوف دي كم قيمة. الشعر ده ليس عبطا، إنما ده لدفع أعضاء القبيلة وشحذ مخيالهم وشحنهم بالقيم دي، عشان شنو؟ يستطيع أن يكون عندهم أفضلية على بقية الجماعات، ويكون الإنسان شجاع وبالتالي بيقدر يدافع عن الجماعة، ويكون كريم قلنا، ويكون عزيز، ويكون عنده مروءة، إذا في زول غرق من الجماعة في البحر يمشي يطلعه، ويكون عنده شنو؟ رجولة. الرجولة برضه قيمة من قيم القبيلة، عشان كده القبيلة والعشيرة بنية ذكورية، وهنا برضه ما في تغييم، لأنه التاريخ كله كده والحاضر برضه كده، وقيم الطائفة برضه بالمناسبة، عشان كده في العشيرة والقبيلة ما في مرة بتكون الزعيمة، لكن المرة برضه مكرمة بطريقة أو أخرى داخل القيم دي. يعني الرجولة ما عندها مقابل، ما بتغابل الأنوثة ولا ما بتغابل إنتاية، الرجولة دي معطلة، لكن المرأة هنا مكرمة بجانب آخر داخل القيم بتاعت القبيلة دي. عشان كده أماتنا وحبوباتنا القدام كانوا منسجمين جدا مع قيم العشيرة، وهم اللي كانوا بيعملوا الشعر اللي بيحفظ القيم. شدول وركب فوق مهرك الجماح، ما عارف شنو القصيدة المشهورة بتاعت منى الخير، إنه في الديوان لا في شاله وفي الكرم ما فيش مثاله، غيره كتير جدا. وكانوا الشاعرات والفنانات العظام بيسموا نفسهم أو بيسموهم باسم العشيرة أو القبيلة، مهل العبادية وأم الحسين الشاقية وعاش الفلاتية وكمية من الأسماء الزيدي. شفت كيف إنه نحن هنا ماشيين نقول حاجة مهمة جدا، بإنه كمان إنه ما دام أنا جيت في النقطة دي، إنه البنية القيم بتاعة الدم، قيم العشيرة عندها أدب الشعبي وعندها غنى اسمه غنى المناحة وغنى الحماسة وغنى والدوبيت. يعني العشيرة والقبيلة البنيات دي عندها إرث ضخم، لكن لأنه في كونفليكت في صراع ما ظاهر. الناس المدنيين والتيارات المدنية الحديثة جات مع الإنجليز سوري، لأنه الناس دي المنافسينهم على السوق ومنافسينهم على السياسة بيحاولوا يخرجوهم من المعادلة. وإنت لما تحاول تخرج زول من المعادلة بتخرج رمزيا في المقام الأول، وبالتالي الأدب العشائري الكثيف اللي هو معظم أدب الشعب السوداني مذموم عبطا وتفاهة حقيقة وبلادة، اسمحوا لي أقول لكم كده، لأن الأدب العشائري والغبلي ده، الغبائل دي في يوم من الأيام كانت دول أصلا، يعني ده الأدب والشعر أساسا بتاعنا الحقيقي ما عندنا غيره. إيه رأيك؟ الحاجات الشوية وجات والحقيبة اللي فيها جدل دي، أنا عندي شوية بحث كده عامل جوطة مع بعض أصحابي، دي حاجات جديدة. الأدب الحقيقي هو أدب العشيرة وأدب القبيلة في السودان، أدب كثيف جدا وأدب عظيم عظمة شديدة جدا، لازم نتصالح معاه وناخد مساحة منه. والزول الهدندوي والزول الزغاوي والزول الشايقي والزول الحلفاوي والزول في المدينة والزول في الريف يتصالح مع الأدب ده ويعتبره زي قحط الرحط، زي قطع الرحط، ياخد مسافة منه عشان يشوف جمالياته. أنا ولست بشيء، لكن عملت مثلا تحليل لقصيدة بنونة ضمن قصائد أخرى كثيرة من مختلف أنحاء السودان، ووجدت بأنه دي أعظم قصيدة ممكن يكون كتب بشر فوق كوكب الأرض. والناس الدارين يرجعوا يشوفوا الحاجة دي يعني بالتفصيل، هسي ما هنقدر نفصل، لكن أنا قلت بأنه نحن بنتحدث أنه العشيرة المنظومة بتاعت قيم الدم عندها أدب وعندها شعر وعندها أدب كثيف
كمان موجودة في السوق وموجودة في السياسة وموجودة في تشكيل الثقافة وموجودة في مخيالنا، سواء أردنا أو لم نرد، سواء بوعينا أو بدون وعينا. بنونا بتقول شنو؟ يعني شوف تصوره للموتى العايزاه لأخوها، التصور بتاعه للموتى، طريقة الموت، والطريقة دي ما بالضرورة إحنا نتفق معها، لكن شوف المخيال الشعري، هذا لا يوجد. أنا هقول الأبيات: إذا كان الناس في الماضي أو الحاضر بيتمنوا الموت في المعركة، لأنه ده بالنسبة للناس الروحانيين والدينيين بحقق الشهادة في اليوم الآخر، أو بالنسبة للناس العشائريين وبنية القبيلة، طبعاً علمانية تحدثنا مرات كثيرة جداً قبل ده إنه بنية القبيلة وبنية العشيرة بنية علمانية، يعني الناظر أو الشيخ بتاع القبيلة في تاريخ السودان كله نهائي ما بيضم السلطة الدينية والسلطة الدنيوية قيادة القبيلة، نهائي ما حصل، يعني ما بتلقى شيخ قبيلة هو أيضاً شيخ الطريقة الصوفية مثلاً، ما بيحدث. أقول لك بنونا قالت شنو؟ ما دايرالك الميتم ترابا شح، دايراك يوم لقى بدميك تتوشح، الميت مسولب والعجاج يكتح. شوف الصورة دي كيف؟ صورة خطرة جدا وبتبدو بشعة جدا، لكن ده تصوير عظيم عيلم من الناحية الفنية، وأقراه في سياق الزمان التاريخي هتمتع به جدا. أنا هنا في الدفاع عن إرثنا الشعبي، إنتاج العشيرة والقبيلة الموجود في أرجاء كثيرة في دارفور والجراري، لما تيجي كمان برضو كردفان ودارفور ومناطق جبال النوبة، عندها أدب كثيف نحن ما عرفناه لأنه أعميناه بالقبيلة والوازة والطرق الموسيقية المختلفة في النيل الأزرق والهدندة والحلنقة، عندهم أدب كثيف. ولما تمشي كمان شمال السودان، يا يعني استاذ محمد، انت دي جدا تفضل الحته دي كانك بتتكلم عن المشروع بتاع السودان 200 ولا عم بيتهيأ لي انه كيف السودان 200، السودان في 200 سنه، هل هي دي؟ ايوه ده نفس المشروع اللي كان خاص بالحته دي. ايوه طبعا، السودان 200 هو انه جزء منه، انه نحن نجمع كل ارثنا الشفاهي وكل الارث الموجود على الرقعه فوق الرقعه الجغرافيه في الميتين سنة، لأنه عندنا زعم في مشروع السودان 200 بأن السودان الحديث تأسس 1821 مع دخول محمد علي باشا. قبلها السودان كان دويلات مختلفة، صحيح عندها إحساس بالمصير المشترك وعندها تبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية وشائج دم مختلطة، ده كله حاصل، لكن كانت دويلات مختلفة. حتى في زمان الدولة في العهد المسيحي السودان لم يكن وحدة واحدة ولم يكن دولة واحدة، إنما كان هنالك دولة نوباتيا والمغرة وعلوة، ولما انتهت دولة المغرة وعلوة وجاء العهد السناري، موازي لسنار كان البدويت والجعلين والشاقية والضناقلة بالمناسبة كانوا في كونفدرالية، كان عندهم يعني ملوكهم، المكنمير على سبيل المثال والعبد الله عندهم ملوكهم، المانجولوك مثلا، ولما تمشي دنقله الشيخ الزبير المك جد احمد المك الروايه ده كان ديل كانوا هم الحكام ايام الدوله السناريه، ولكن كان في كونفدراليه انها كلها كانت اسمها السلطنه الزرقاء، ولكن موازي لها ايضا كان في سلطنه الشلوك في نفس اللحظه، وكان في سلطنة المسبعات في لحظة ما، ومؤكد طبعا جدا في سلطنة دارفور. فدشنو أنا داير أقول بأنه لما جاء محمد علي باشا استطاع يوحد الرقعة كلها، ومحمد علي باشا الناس برضو الما يعني مستعجلين بيفتكروا بأنه الوحد السودان، الكلام ده بس صحيح إجرائيا، في الحقيقة السودانيين في الرقعة الجغرافية كلها كان عندهم إحساس بالمصير المشترك، وكان عندهم تبادلاتهم التجارية والاقتصادية بيناتهم، وكان حاسين بأنهم هم حاجة واحدة. وبالتالي إذا السؤال إذا كان فعلا هو وحد السودان ده بس من حلفة للنملي ومن بورسودان للجنينة، ليه كده بس؟ ليه ما مشى نجمينة؟ ليه ما مشى أديس؟ ليه ما مشى كمبالة في الجنوب؟ لا، لأن أصلا الرقعة الجغرافية دي كان عندها إحساس بالمصير المشترك،
وانت اذا خليت دارفور ما فتحتها الفور ما بسلبوك، بيجوك لغايه ام درمان او بيجوك لغايه الخرطوم، وده حصل ايام الدوله المهديه. والزاندي في جنوب السودان اذا انت احتليت الخرطوم الوقت ذاك هم ما حيسيبوك، اصلا في ثورات، ايه رايك؟ بس الناس ما مركزه عليها، ثورات الزاندي وثورات جبال النوبه وثورات طبعا البيجا، مش بس عثمان دقن فقط انما في التاريخ وكده. وبعديه دي لمحه صغيره، ايوه، انه نحن في مشروع السودان 200 وده مشروع معقد وصعب، بس ده ما مجاله. بنحاول ناسس لتوسيغ السودان المعاصر بشكل كامل وعلى جميع النواحي، مش الادب والشعر والبنيات العشائريه ونفسيات الزول بس، كل شيء، حتى البيئه والطبيعه والطيور والاشجار والغابات والصحراء والجبال والوديان، كله نعمل اطلس للسودان ونعمل متحف حضارات السودان ونعمل مدينه النجوم السياحيه، اكبر متحف في العالم واكبر مدينه سياحيه في العالم، ده كله خيالنا. ونعمل فضاء غنائيه، فضاء ثقافيه خالصه تحاول تبرز اداب وفنون السودان وتشيل عنها الغشاوه بتاعه الازمات السياسيه، لانه في الحقيقه ادب السودان وبنياته دي كلها مشجوبه، مع انه هي الفاعله لكنها مشجوبه، وادبها مشجوب ليه؟ بسبب الاستعمار. لانه لما الاستعمار جاء كان الريف في المقام الاول كان ضده، والريف ده كان عنده ادب، والريف كان بنياته في الاساس بتتكون من العشيره والقبيله في الاساس. لذلك الاستعمار التركي والاستعمار البريطاني اول حاجه عملوه حاربوا الادب ده، لانه الادب ده كان الوقت ده بيمثل وزارات الاعلام والاذاعات والتلفزيونات، لانها ما كانت فيه اصلا، ما كان في اذاعه، ما كان في تلفزيون، ما كان في صحف، والناس 99% تقريبا اميين. يبقى الاله الوحيده الاعلاميه اللي ممكن تعمل ثوره او تعمل هبوط ناعم بلغه الزمن ده، او تعمل وات ايفر، او تعمل حرب، او تعمل سلام، هو الادب الشعبي والغناء الشعبي. ده كان خطير خطير جدا. فيبقى الحصل بانه الاستعمار شوه صوره الادب الشعبي العشائري السوداني، وشوه صوره كمان برضو الطرق الصوفيه والمديح، لانه استمال طرق محدده وابعد برضو كمان المديح برضو كان مشجوب، لانه الدراويش اهلنا يعني كانت قيادتهم دراويش، لكن الثوره المهديه شاركوا فيها كلهن، هي ما حقت ناس المهدي يعني ونحن نحترم ونحب، لانه المهدي جدهم طبعا نحترم، لكن الثوره المهديه هي ثوره كل الشعب السوداني تماما، زي ثوره السودان الحاليه المسمى ثوره ديسمبر، في الحقيقه ما اسمها ثوره ديسمبر، ما في ثوره بسموها بالشهر ثوره حقيقيه. اصلا دي بدعه جابوها من الانقلابات العسكريه وعملوها لما عملوها المصريين سنه 1952، لما جاءت الثوره المصريه سمت نفسها، هو انقلاب عسكري، انقلاب جمال عبد الناصر، سمى نفسه ثوره اكتوبر. ثم بعديها بعد ذاك جاءت سوريا سنه كم 60، سموا نفسهم ثوره كده، ثم صدام حسين سمى نفسه ثوره كده، ثوره شهر كده سنه كده، ثم الغزافي سمى نفسه ثورة الفاتح من سبتمبر في ليبيا سنة 69. بعد ذاك نحن انطلط علينا الخدعة دي، وأصلا تسمية الثورات بشهور وده غلط وسنين غلط، لأن الثورة هي تراكم بتاعت شهر واحد. نحن بعد ذاك قمنا سمينا، قام بعد عبود يسمى انقلابه ثورة نوفمبر، لما جاءت اكتوبر سمت نفسها غلط، سمت نفسها ثورة اكتوبر. في الحقيقة ثورة الشعب السوداني مفترض، عشان كده اكتوبر، لأنه الخيال ضعيف ما تواصلت. وبعد ذاك كمان انتفاضة ابريل، ونميري طبعا قبلها مسمي نفسه ثورة مايو، وهكذا. أسي ثورة ديسمبر غلط طبعا يا أستاذ، لأنه الثورة دي أنت لما تسميها ثورة ديسمبر 2019 يا حبيبي، أنت ألغيت سبتمبر 2013، وألغيت نضالات كثيرة، وألغيت استشهاد التاية في مظاهرة في ديسمبر سنة 1989. يعني الإنغاز جات لها 3 شهور، كتلت 4 طلبة في جامعة خرطوم في مظاهرة، من ضمنهم التاية، أول شهيدة كان ذاك هي التاية. إذا في ثورة حقيقية وفي تاية أولى في تاريخ السوق، امرأة تموت يعني في ثورة سلمية
بعد 6 شهور من نظام الإنغاز اسمها التاية في جامعة الخرطوم سنة 1989 شهر 11، والإنغاز جات في شهر 6 في نفس السنة. شفت كيف؟ وإذن أيضا بتلغي الثورات العظيمة سواء كانت مسلحة أو سلمية في جبال النوبة وفي دارفور وفي شرق السودان، وبتلغي كجبار وإلى آخره. يبقى هي مفترض الخيال يكون خيال الثورة السودانية عشان الناس دي كلهم يكونوا ضمنها، وده جزء برضو من الصراع السياسي والاحتكار السياسي. لما تدي رمزية للثورة بشهر محدد ومكان محدد، معناتها الناس القاموا ديل هم مفترض ياخذوا شير أكبر، والمدينة التي جاء منها القطر اليوم ده مفترض توانا هنا لا نغيم طبعا مفترض يكون عندها شير أكبر. وده طبعا المرة دي ده غصور، ده طوالي بيصيب الثورة بتكلس الشرايين، لأنه انت بالست بقية المسامات إنهم ديك ما معاك، في حين الثورة هي تراكم طويل. بالتالي هي الثورة السودانية، وحنرجع للموضوع والموضوع كله كده طبعا، لأنه إحنا لما نتحدث عن مخيال الفرد ما معزول من الواقع، ما هو كل اللي بيحصل دي بيعمل في الزول السوداني بمخياله ده. نحن سدايرين نشوف الزول السوداني ده مخياله الشايله في راسه ما بنقدر نشوفه، ده بنشوفه أفعال في أرض الواقع على مستوى التعامل اليومي وعلى مستوى التعامل في السياسة الأحزاب السياسية وعلى جميع المستويات الممكنة. ولما يطلع بر السودان برضك بتشوف إنه الزول السوداني مختلف، وإنه الزول السوداني بالمناسبة حلو جدا مع الجماعات الأخرى خارج السودان، لكن دائما عنده صدامات مع ذاته، لأنه نحن منظومات القيم دي في تضاد وصدام بينات. أقول لك كيف؟ وده ما ننسى بأنه أنا قلت لك الأدب السوداني الأصيل والكثيف والقديم التاريخ والأدب اللي بينتج في الحاضر اللي بينتج الريف، سميه بينتج الريف الأساس، يعني بتطغى عليه في الواقع الاجتماعي بنية العشيرة والقبيلة، ده أدب كثيف وعظيم. لكن لأنه زي ما قلت لك في إخصاء، إخصاء من البنيات المدنية، وده دائرة التخلف، إنه ما تم استيعاب أدب وبنيات الريف، إنما تم نفي ليها إنه في صدام. لذلك الزول المثقف والأفندي دائما عنده التأفف من القبيلة، مش على مستوى بناها يعني هو رافض بناها بس يعني الموجود المادي، إنما برضو كمان رافض أدبه ورافض وجوده في السياسة بدون لكن أن يكون عنده بديل. يعني هو لا يمثل الريف ولا يمثل الناس ديل يا أستاذ دايرين يمثلوا نفسهم بالسياسة، وده تاريخهم ودي ظروفهم وهم كده. إيش معنى يعني تكون ضد أدب والإذاعة تحتكيرة والتلفزيون؟ لأنك أنت امتلكت شنو؟ امتلكت القلم. نحن أنا قبل قلت معلومة مهمة جدا في البنيات لازم أرجع لها، إنه في الحقيقة بنية الجسدانية قلت بإنه مكان السري ورمزها السيف، وبنية الغيب الروحانية مكان السجادة ورمزها الفزع بمعناها الغيبي. إنت تكون ماشي في الشارع تقول يا الشيخ المكاشفي الشيخ حسن وتحسون، وهذا يحدث في الماضي والحاضر مؤكد، يعني الرمز بتاعه هو الفزع، يعني هي فاعلة في مخيالنا وفي أرض الواقع، غير إنها هي في البيزنس والسياسة وحاجة ليك. إنه في الحقيقة بنية الغيب نفسها عندها أشعار وعندها موسيقى المديح وعندها نوبتها وكده، وبنية المدنية برضو اللي لسه أنا بقول لك بتنفي في البنى دي، بنية المدنية داخلة في صدام وصراع. لذلك بتعمل الانقلابات العسكرية، والانقلابات العسكرية أول ما تجي بترفع شعار مهم جدا، لا للحزبية ولا للغبلية. شفت كيف؟ وده طبعا نفي، لا للحزبية ولا للغبلية، إنه الناس التأريف ما ممثل، عشان كده لازم يرفع السلاح، إنه يبدأ معظم الانقلابات العسكرية. والله this is very interesting يا أستاذ محمد، يعني دي حاجة فعلا عجيبة. أيوة طبعا ده ملاحظة كبيرة، وبإنه دائما الأفندية لأنهم هم ضعيفين ما موجودين في الشعب، لأن الشعب مخياله، المخيال بتاعه لغاية الساعة هو عشائري غيبي روحاني، وعنده قيم نبيلة وجميلة، وقيم العشائر وقيم الروحانيات
ما يعني أكعب من قيم المدنية. لا لا يا أستاذ، قيم المدنية عندها عيوب بنفس الغدر، وقيم العشائرية وقيم الروحانية عندها محاسن تفوق محاسن المدنية. إيه رأيك؟ عشان كده الزول السوداني متميز. أنا لما أجي أقول لك بأنه الصراع السياسي مدمر جدا، لأنه في أزمة، وأنه بنيات الريف لأنها ضعيفة داخلة في مغاومة وفي صراع بشع جدا مع بنيات الريف، بنيات العشيرة وبنيات الغيب، ولكن بنيات المدينة ضعيفة، برغم أنه المستقبل إذا يعني المستقبل ممكن يكون حقه، لكن ما المستقبل القريب؟ يعني ستيل بنيات العشيرة وبنيات الغيب دي هتكون قاعدة لزمن طويل جدا في أرض الواقع وفي البيزنس وفي السياسة وفي الثقافة، وحتشكل مخيالنا أتليس لمدة 100 سنة قادمة، وبعد ذاك برضو حتظل قاعدة لكنها حتحور نفسها وحتأغلم نفسها مع الحداثة بشكل مستمر. ولما نرجع لمسألة المدنية أيوة، إنه في الحقيقة المدنية مكان المكتب ورمزها القلم، ودي قلنا يعني هي يعني دي الحاجة دي موجودة بالمناسبة في أرض الواقع مش في راسنا بس، لكن الساعة أنا بحاول شنو؟ أحاول نتلمس السطح برا، ومرات نغطس جوا الحالة جوا. لما تغطس جوا الحالة بتكون مسافات شوفك شوية، في لما تغطس جوا الماء برا بتشوف كثير لكن ما بتعرف كثير. عشان كده احنا متحدث عن الانقلابات والسياسة محتاجين تاني نغطس شوية عشان نعي لمنظومات الغيام دي بتشتغل فعلا كيف، وبتشكل مخيال الزول كيف فعلا، وبتجعل الزول اللي قدامك ده حتى نبرات صوتنا بالمناسبة وشهيتنا ذوقنا في الطعام وفي يعني في كل شيء بالمناسبة بتشكل المنظومات الغيامية دي المبنية طبعا المستندة على بنيات واقعية في أرض الواقع. فلما نجي أقول لك المدنية ضعيفة ومجروحة وبشكل مستمر قائمة على استبعاد، يعني الصراع اللي انت بتشوف السيدة الناس اللي بنبذ بالصادق المهدي، وانا هنا ما بغي، نحن امام حالة لازم نتكلم بوضوح. الناس اللي بنبذ بالصادق المهدي تقريبا 85-90% من كلامهم رشح سياسي، لان رشح سياسي قائم على المنافسة السياسية، لذلك بيتحدث انه طائفي، إنه طائفي وهو إلى آخر الحاجات، وبيتحدث عن الآخرين وغبليين، وبيشجب برضو طبعاً الاتحاد الديمقراطي والطائفة الختمية وغيره. في الحقيقة الطوائف دي يا أستاذ دي واقعية وعندها أتباع يمكن أكثر منك. إنت لما تشجوبة كده ساكت وتنبي الساكت بدون تحليل وتقول لنا ده ليه؟ عملوا ليك شنو؟ ما هم برضو يا أستاذ عندهم وجهة نظرهم في السياسة، وعندهم تاريخهم القبلي. اصلا الطوائف دي موجوده قبل ما تخلق التيارات الحديثه، وقبل ما تخلق اوروبا ذاتها كحضاره، كان دائما السودان فيه اعراق وفيه عشائر وفيه قبائل وفيه طوائف، سواء كانت مسيحيه ثم اصبحت طوائف صوفيه، ديل كانوا بيشكلوا الدوله وبيشكلوا السياسه وبيعملوا البيزنس وبيعملوا التجاره وبيشكلوا مخيال الفرد بشكل مستمر، وانه بالتالي اي كلام يعني شج مجاني لبنيات السودان القديمه ده مجرد اخصاء من طبقه الافنديه المنتميه لتيارات سياسيه حديثه اشتراكيه او ليبراليه او اسلاميه، طبعا يعني الاخوان المسلمين من التيارات الحديثه اللي بتستند على اقتصاد الخدمات والتجاره واقتصاد السوق. عشان كده برضو كمان بين التيارات الحديثه في منافسه، الشيوعيين والاشتراكيين بيسموهم الطفيليين، يعني لأن الشيوعيين كمان بنياتهم يعني حزبهم بيستند على شنو؟ على البنيات الشنو المنتجة في حسب أدبهم، يعني بيستند على عمال السكة حديد والكادحين وعم عبد الرحيم ضربوا القطر وهكذا، وبعد ذلك بيستند على شنو؟ على مشروع الجزيرة والنغابات وغيره. بالتالي بنبذوا الآخرين الإسلاميين، والإسلاميين طبعاً اللي اشتغلوا مع الإنغاز طبعاً أجرموا في حق الشعب وفي حق أنفسهم أيضاً، وبالتالي
هم يعني بينبذوهم بانهم هم طفيليين وهنالك يعني الطفابيع واشياء كثيره زي دي. انا داير اقول لك الصراع السياسي هو حامي جدا بين الكتلات المدنيه الحديثه لانها متنافسه على الجماعه الشويه وعلى الريسورسز الشويه، والناس دي كلهم متنافسين على السوق وعلى التاثير على هياكل الدوله وشنو، وده الصراع السياسي برضه كمان مدمر جدا لانه مرات كثيره جدا ما عندنا قواعد ليجو فير وعادله. تلك هي القضيه، لانه نحن ما عندنا ارث ديمقراطي نستند عليه ونعرف منه شنو الصالح وشنو الطالح بشكل ايزي. يعني الزول العادي الماشي في الشارع في الحقيقه ما عنده ارث ديمقراطي يستند عليه، زي اوروبا مثلا في استقرار لانه الناس قادره تحكم شنو الغلط وشنو الصح، لان عندها ميكانيزمات واضحه والديمقراطيه تاسست بشكل واضح. نحن عندنا مشكله كبيره جدا، وارجع لك انا قلت لك بانه معلش نحن يعني لا لكن كله مهم، كله بيفسر، كله بيفسر يا استاذ محمد. طيب انا داير اعرف يعني واحده من البنيات اللي هي البنيه بتاعت الجسدانيه، بنيه الغيب وبنيه المجتمع الحديث الحداثه المدنيه. المدنيه. طيب الانسان السوداني، الزول السوداني ده دائما عنده يعني مظهر كده غريب بتاعه براو. اي حته بتمشي بتلقى السوداني ما شاكي قميصه، بتلقاه ما مرتب، ما بيقدر يقدم نفسه قدام الاخرين الى اخره. يعني في حاجات لها علاقه بالمظهر. انا احنا في الدول البر بنمشي المطعم السوداني وبتاع، تحس ان المطعم ده ما زي المطاعم الثانيه، يعني ما بتقدر تسوق له اسرتك الى اخره. فشنو دي وين في البنا دي يعني؟ كويس، ده سؤال تفصيلي لكنه مهم جدا. قبل ما انا اجاوبه اسمح لي انتهي من حاجه، بانه بنيه المدنيه برضو طبعا عندها تاثير على مخيالنا بالقيم الجديده الوافده الجابتة واللبس اللي احنا لابسينه ده في الحقيقه، يعني ده لبس وافد. وانا بوافد بعني بها شنو؟ ما تلاقح طبيعي. يعني مثلا الثوب السوداني احنا ما عارفين انه جاي من وين لانه كان تلاقح طبيعي، لكن اللبس اللي لابسينه ده نحن تم فرضه فرضا بعد كرري مباشره انشئت كليه غضون التذكاريه، وانت الا تجي لابس ريده او لابس بنطلون وقميص وبدله، وده ما لبس يعني فرض بالقوه. شفت كيف؟ زي ما فرضت قيم المدنيه ذاتها بالقوه، وفرضت انماط او شجعت انماط ادبيه وشجعت انماط ثقافيه محدده، شجعت الدوله، والدوله اصلا جاءت بالقوه بالعنف. يعني كتلت الجدود في كرري ودخلوا الانجليز، ما في زول دعاهم، جو بالسلاح وحكموا بالسلاح وفرضوا مظهر محدد على مستوى المخيال، برضو على مستوى المظهر. انا جايك عشان اجي لكلامك. على مستوى المظهر ده كان مفروض فرضا لم يكن من مخيال المجتمع. يعني الناس ما براها كده قاموا يوم من الايام او ببروسيس هادي قلعوا الجلابيه، وبعض الناس قلعوا الجلابيه ولبسوا البنطلون لانه ده خيارهم. لا ابدا، انت كان ممنوع تدخل كليه غردونه التذكاريه ولابس الا تكون لابس ريده او لابس بنطلون بجلابيه. لا، ديل عندهم قسم براهم اسمه الشيوخ. لكن مما انشئت كده، انت ممنوع تدخل الكليه الحربيه الا باللبس الزي بتاع الانجليز، ممنوع تشتغل في الخدمه المدنيه تدخل الخدمه المدنيه ولابس عراق وسروال او جلابيه ومركوب، ممنوع. شفت كيف؟ نحن اللبس بتاعنا المعروف يعني قبل الانجليز ما اجوا في معظمه كان الدمور وكان العراقي والسروال في الاساس في كل انحاء السودان باي زوي، ولم يكن يعني جزء من مظهرنا البنطلون او القميص او التيشيرت او البدله او الريده، ده كان ما في. اجي ليك يبقى للمظهر. ايوه، هنا عندنا مظهر جديد، وكمان الانجليز شجعوا برضو على النظافه والنظام. يعني انه لازم انت تجي متمر الجزمه بتاعتك والشراب بتاعك ابيض، وانه في المدرسه ده النظام ده عمله الانجليز في حنتوب وادي سيدنا، في تفتيش بيفتش الريده بتاعك يشوف انه ما وسخان الريده بتاعك والنكس تحت الريده. ده نظام كامل عاملينه الانجليز. شفت كيف؟ لكن لما نجي اذا ماذا للسؤال بتاعك؟ ايوه كوريكت، نحن عندنا منظومات القيم دي فيها مسالم.
زي ما المنظومات القديمة فيها مسالب، المنظومة الحديثة بتاعت المدنية فيها مسالب. من ضمن القيم بتاعت المنظومة المدنية قلنا النظافة والنظام والادخار والاستنارة، لكن برضو عندها مسلبة الاستغلالية والأنانية، لأنه قيم الأنا. أنا في النهاية إذا في زمن حاضرب لك مثال بمشهد النار، حوريك له بعدين شنو. لكن نجي لسؤالك، إنه في الحقيقة القيم لكن الأساسية السائدة، المنظومة القيم السائدة اللي بتشكل مخيالنا بالقدر الأكبر، اللي هي قيم العشائرية وقيم القيم الروحانية التصوف، بيشجبوا المظهر الخارجي. كيف؟ إنه مثلا لما تمشي للإرث العشائري العظيم في الماضي، كان دائما جزء من مخيالنا طبعا الناس في العروض ما تقيس بيتيبان، ما يغرك لباسهم والعروض عريانة، يعني اللبس ما مهم، وشنو على ظهر الخبوب والطين ده الفارس، وأنا ترعفين الشينني، والأمثلة الزيدي كثيرة جدا. حتى بعض الناس المتطرفين في الفكاهة يقول لك انا العفف المتف، انا العف، انا التفف المتعفن القرفي، انا الشافو ابو، انا الكاكا، كلام زي ده، انه الفارس مفترض انه ما متمسح، وانه الفارس عشان كده يعني ممكن تشوف انه السودانيين بيجوا برا لكن برضو عندهم شويه غبشه كده، لانه ما جزء من الاسم مشجوب انه الراجل يتمسح، يبقى هو ما راجل في الثقافه الحقيقيه القديمه. ليه؟ مفترض يكون جاهز للمعركة دائما، وشجاع الخير لما يعركس، يعني يعركس يعني لما يتلمن مع بعض ما يقول عداد كم، ده زول مفترض أصلا هو جاهز ويبلع تب تب لخصيم جدلية، يعني ده تمساح تمساح الكرد، يعني حاجات رهيبة عندها علاقة بالواقع الحقيقي بتاع الناس. ثم السودان دائما في العصور الوسيطة لغاية الآن في الحقيقة المناخ بتاعه برضو كمان برضو الطبيعي عندها تأثير، المناخ بتاعه فيه الجو فيه كمية من الغبار وهكذا، يعني دي برضو بتأثر بالمناسبة، بتخلي الزول إذا استحمى ويعني وتمسح له بشوية كريم كده بيشوف نفسه لامع أكثر من اللازم، مع إنه ده في حتات تانية في العالم ممكن يكون طبيعي جدا لأنه الجو مختلف، أو ده الطبيعي بدون ما الزول يتمسح على سبيل المثال. البيئة برضو عندها دور. لما نجي كمان برضو المنظومة القيمية الثانية، منظومة التصوف المشكلة مخيالنا سواء أريدنا أو لم نريد، لأنه قلنا قبيل إنه الدرويش ده ما حين برا في الشارع إنما في راسك أنت، سواء قلت أنت متمدن اشتراكي ليبرالي أي حاجة، أنت جواك في درويش وجواك في عشائر، لأنه أنت مخيال، انت قاعد في الصافيه في ام درمان، قاعد في كافيه كينجي في دارفور، قاعد في البيا، قاعد في حلفة الجديده، انت جواك في درويش وجواك في عشائر، المنظومه القيم دي جواك. فلما نرجع للتصوف، التصوف طبعا مؤكد بيشجب المظهر الخارجي، وبالتالي يعني المساله بتاعه عندنا مشكله فعلا قايمه على قيم. طبعا القيم فيها حاجات سلبية، يعني طبعا مؤكد قلنا دائما في حاجات سلبية، مفترض ذاته بحثنا ده انه احنا نعاين للحاجات السلبية ونزحها، ونعاين للحاجات الكويسة سواء كانت جاية من العشيرة او جاية من التصوف او جاية من المدنية الحديثة، كلها دي نشوفها وين ونعمل بها ونمشي بها لقدام. والقيم اللي بتأشر الى حاجات سالبة او شنو الارث اللي بيأشر الى حاجات سالبة زي الإرث اللي بيشجب المظهر الخارجي، نحن في الوقت الحاضر جزء من عالم مفترض يكون مظهرنا كويس، ومفترض تكون مطاعمنا كويسة عشان نقدر نبيع حاجاتنا، طبعا مفترض يكون عندنا سمعة كويسة عشان نقدر نعمل بيزنس، يبقى مفترض نعاين ده جزء من الأهداف بتاع سيكولوجية الزور السوداني، وجزء من الأهداف بتاع كلامي ده، يعني مش أنا نحن بنقول في كلام بتاع انتليجنسيا أو بيكون كلام بتاع شنو فانتازيا أو كلام يعني أكاديمي، لا أبدا، نحن بندعي بأننا بنتحدث عن الواقع وجزء من الواقع، وبنتحدث عن الحرب والسلام، ومن خلال يعني كلامنا ده بنحاول نساهم في كشف المسائل الخلفيات بتاعت الحرب وكيفية السلام، وبنحاول نحاول
نعاين للخلفيات بتاعت الأزمات السياسية والسياسيين المتصارعين بين بعض والبنيات السياسية المتصارعة بين بعض، تشوف العليها والبيها وتشوف محاسنها ومساليبها بشكل واضح وعلمي وموضوعي، أو هكذا هو الزعم والأمنية يعني. بالضبط كده. لذلك أنا إن شاء الله أكون جاوبت على سؤالك. لا لا ما شاء الله والله أوفيت. يعني الواحد في السودان بيكون أغبر أشعث، بيكون في المخيال بتاعنا ده أحسن من الزور الممسح والمملس والشاكي واللابس. طيب سياسيين ده ليه بيلبسوا البدل والكرافتات؟ ليه ما بيلبسوا الجلابية والعمة؟ أنا أفتكر ما طبعا هو في انقسام في المجتمع، ما المدنية الحديثة، المدنية هنا طبعا بنعني بها بأنه قيم الحداثة اللي دخلت وتوطدت مع العهد الإنجليزي ما قدرت تشمل كل المجتمع، أو ما قدرت تشمل كل خيال. يعني هسه أنت بتكون بتلبس جلابية ومركوب وعمة وبتلقى نفسك فيهم، بتلبس بدلة وقميص وبتلقى نفسك فيهم، ممكن تلبس ردة ناس شويه بيعملوها لكن برضه بيبقوا نفسهم في الحاجه دي. يعني لانه نحن الزول الواحد يعني ما القيم دي، ما في زول درويش تشوفه ماشي في الشارع، ما الدرويش جواك. صحيح في درويش برا، دي البنيات المباشره الجسديه، وفي عشائري برا بتلقى دي البنيات المباشره الجسديه، لكن نحن قلنا دي قيم، بتبقى قيم قاعده جواك، بتشكل مخيالك وتعاملك مع الناس وبتخليك في انسجام او في تنافر معاهم. بالتالي اللي بيحصل بانه السياسيين فيهم ناس بيلبسوا جلالي، بالذات الناس القدام والمنتمين الى البنيات الاكثر اصاله، يعني زي الطائف الناس الصوفيه. الطائفه دي سلبيه، بقولوا ما سلبيه، اصلا ما في حاجه اسمها سلبيه، السلبي ده تشيله هناك تخطه نحن عارفينه شنو، لكن الطائفه دي بنيه زي هم زي النغابه بالضبط كده. يعني الطريقه الصوفيه والنغابه حاجه واحده، ما في زول يقول لي دي بنيه قديمه وده شيخ عنده دقن ولا بتاع، ده زول عنده عضاء اكثر منك يا استاذ، وزول ممكن يكون عنده قيم افضل منك، لكن هنالك مسالب نعاين له. فبالتالي الناس البنيات اللي بينتموا مباشره الى البنيات القديمه بيلبسوا اللبس الاصيل اكثر، الاقدم اكثر، والناس الكبار في العمر بيلبسوا برضو احيانا جلابي. يعني على سبيل المثال يعني انه بتلقى الحاجه دي ممكن تشوفها في التلفزيون، لكن الاجيال الحديثه برضه نحن مختلطين، القيم دي مختلطه. يعني الزول ممكن يكون عشائري، الزول الواحد ممكن يكون عشائري بنسبه محدده، يعني ينتمي الى منظومه الجسدانيه، ومرات انا بسميها الفروسيه، والفروسيه مش معناها تمثل، انما ده وصف للمنظومه القيميه، منظومه الفروسيه ومنظومه الروحانيه ومنظومه المدنيه. المنظومات دي كلها الزول ممكن يكون فارس وزاهد يعني روحاني ومتمدن، الزول الواحد ثلاث حاجات دي بتكون انت مشكلها، وفي زول بيشكلوا اكثر قيم العشائريه او قيم الجسدانيه او قيم الفروسيه، وده معظم الناس الموجودين في الريف البعيد، لانه المدنيه ما وصلتهم بشكل كثيف نسبه للظروف الجغرافيه والظروف السياسيه، والطريقه الصوفيه برضو ما وصلتهم بطريقه بالغدر اللي توطدت في الوسط النيل للظروف المعروفه، لانه الطائفه والطريقة هم دائما بيعيشوا مع الاستغراب، ما مع الناس الرحل، المناطق اللي فيها الرحل، يقول لك العرب الرحل او قبائل الرحل ما بتلقى فيها تصوف، لان التصوف داير استغراب، داير المسيد. المسيد ده مكان محدد، انت ممكن الزول يعمل مسيد عشانك، لان الطائفه قلنا المرات اللي فاتت الطريقه الصوفيه بتعيش على اساس القبيله، يعني الصوفي بيبني المسيد في الحيز والحكوره بتاعت القبيله. انت ما ممكن هو ابنه مسيده وتترحل تخليه ستة شهور وسبعة شهور بتاع، ما ينفع. بالتالي ده مجرد مثال بانه في اسباب اخرى طبعا كثيره خلت بانه التصوف يكون كثيف ومؤثر جدا في الوسط النيلي الوسيط، وبالتالي يؤثر على البيزنس والتجاره والسياسه والثقافه ومخيال الناس في الوسط النيلي الوسيط بقدر اكبر من اطراف السودان الاخرى، وكذلك المدنيه للعوامل دي ذاتها ولعوامل الاستعمار ولعوامل عديده، قلنا النيل والاستغراب. المدنيه توطدت اكثر ولكنها برضو اضعف من البنيات دي في الوسط النيل الوسيط، عشان كده ما بتلقى حركات مسلحه اعضاء قايمين على وعي اشتراكي او ليبرالي ولا على طائف،
انما دائما بنيات الغبيله طبعا. التي نحن نحترم انها عندها قيم كيف نبيل. طيب استاذ محمد جمال الدين، من الحاجات المتهمه بها النظام البائد نظام الانقاذ ان اججت القبليه وكده، صحيح وكان في صحيح اشارات المخلوع عمر البشير كان طوالي في اي لقاء جماهيري بيمسك له عصايه وبيرقص، والناس correct بتتفاعل معه وبتشعر انه التفاعل ده حقيقي، يعني مش عشان هو زول كويس، وانما بهابش لهم حاجات في المخيال بتاعه. الكلام ده صحيح ولا انا بتهيألي صحيح؟ ايوه correct طبعا ايوه في الحقيقه ايوه ده جزء ده الشغل ده تم في سيكولوجيه الزول السوداني، وده طبعا كلام كثير جدا. انا افتكر ان احنا في الختام، لكن خليني اقول لك فوق شويه انه في الحقيقه لما جاء نظام الانقاذ، وهو نظام كان يستند الى حركه الاخوان المسلمين، وحركه الاخوان المسلمين تجد جذورها في بالبنيات المدنيه الحديثه، يعني في الاقتصاد الحديث، اقتصاد الخدمات واقتصاد التعليم واقتصاد البنوك، يعني الاقتصاد الحديث، ما الزراعه التقليديه ولا الري التقليدي والان جي اوز ولا الصمغ ولا يعني كده. عشان كده هم ضربوا اول ما جو ضربوا اقتصاد السودان الحقيقي، ودي جزء من المعاناه بتاعت السودانيين، انه في ناس كثيرين جدا ما فاهمين ده ليه، لانه ما جزء من مخيالهم اصلا، هم تبع البنيات الحديثه، وضيقت الافق للاسف في تصوره الاقتصادي وفي تصوره لمعاش الناس. فلما جاءت الانغاز وانبنت ككور جروب على حركه الاخوان المسلمين، اللي هي اصلا يعني بعد ذاك توسعت فيما يسمى بالجبهه الاسلاميه، عملت تحالف مع بعض الطوائف الصغيره الصوفيه والترابي، الزمن الترابي زمن 85 يعني 86 ايام الانتفاضه. ثم بقى بعد ذاك الحصل شنو؟ الحصل بانه في لحظه ما حصل بانه الناس كانت بتجتمع حول الرؤيه السياسيه المستندعه للاسلام السياسي. في لحظه ما الناس تشتتت، الجماعه دي تشتتت وبقى ما عندها كور جروب. البشير لقى نفسه ما عنده جماعه، بالتالي انتمى الى رجع للجماعات الاصيله العشائريه، وبحث عن اصله، قال اصله بديري جعلي انا ما عارف ايا كان، يعني ما متذكر بالضبط، لكن رجع الى اصله، بقى بيتحدث عن اصله كيف عشان يلقى سند في القبيله. وبالتالي جميع الناس اللي معاه، نافع اكتشف بانه جعلي، وعلي عثمان محمد طه اكتشف بانه شايقي، يعني ما خلاص التحالف القائم على اساس الايديولوجيا الاسلاميه الاخوانيه لم يوفق في عمل لحمه للدوله، ولم يوفق في دار في 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 دارفور، ولم يوفق في شمال السودان، وقامت حرب في شرق السودان. بالتالي الدعوه بتاعت انه الناس الدوله تلتئم على اسس من الوعي الايديولوجي الاسلامي القائم على الاسلام والقائم على حركه الاخوان المسلمين، هذا لم ينفع. يبقى قام النظام البشير رجع الى جذور الغبليه، رجع الى جذور الغبليه. بالتالي الناس فهمت، وهذا حق، بانه يبقى في جماعات محدده، وفي الحقيقه ما ممثلوا، يعني ما بالضروره البشير بيمثل البديريه، ولا ممثل الجعلي، ولا علي عثمان بيمثل الشاقيه، ولا نافع، ولا كده. دي دعاوى منهم في معظمها فارغه، هم بيمثلوا اسرهم الممتده وبغايا جماعتهم داخل حركه الاخوان المسلمين ليس الا. لكن الرشح ده عمل حاجه خطيره جدا، خلى الجماعات في الاطراف تفهم بانه في الحقيقه في سيطره بتاع الجماعات محدده من الوسط النيلي على السلطه والثروه. الكلام ده طبعا عمل نزاعات شنو؟ عنصريه واسعه، وعمل اخصاء واخصاء مضاد واسع جدا، وبالتالي عل من النزاعات العنصريه. ولما قامت الحرب يعني في جنوب السودان في المستقبل، يعني اخذت طبعا صبغه عنصريه، ولما قامت الحرب في دارفور في المستقبل اخذت صبغه عنصريه، عشان كده قالوا في جنوسايد، لانه بعد ذاك الانشغاق الموجود في دارفور التاريخي ده، الصراع بين القبائل كان قديم جدا. نظام الانقاذ استغلاه قبليا وعرقيا، وهذا ما ادى الى تاجيج شنو النزاعات القبليه والعرقيه بشكل نيجاتيف جدا، وحول الناس الى عرب وزرقاء، وكلام خطير جدا ادى الى النتيجه اللي بنشوفها في المحكمه الدوليه في الوقت الحاضر.
وهذا حدث بالضبط، انه نظام البشير نظام الانغاث في الختام تحول الى نظام عنصري بغيض، هذا حدث بالضبط. طيب الرقصه دي قلت لك الكوشه اللي عصايه ويرقص كده وبتاع، كان ايوه بتهابش حاجه في وجدان الناس درست في تماما خياله؟ جدا، ده سؤال ذكي جدا، سؤال ذكي جدا، لانه انا قبل قلت بانه البنيات العشائريه والبنيات الروحانيه والبنيات المدنيه كلها عندها ادبها وحسها الشعبي وعندها غناها وعندها رقصات الشعبيه. يعني المديح مثلا في بناء الروحانيه طبعا عنده الهاته اللي هو شكل من اشكال الغناء، طبعا عنده آلاته الطار والريق والنوبة، وعنده طريقة الله الله، عنده رقيص طبعا، ده رقيص ده رقص، يعني إذا شافوا أي خواجة أو زول أجنبي ما عارف ده رقيص طبعا. في فيلم كده في السعودية مشهور جدا، إنه السعوديين طبعا ممنوع عندهم من 1936 التصوف طبعا مضاد للوهابية، ولا إحنا ما بنغيم، فالصوفية ما مسموح لهم العمل أبدا في السعودية. ففي حجاج سودانيين يعني في الحرم المكي قاعدين في خيمتهم، وفجأة يا زول بدوا يمدحوا طبعا النار، دخل عليهم سعودي وصورهم قال شوف السوادنا بيرقصوا كمان ويغنوا في الحرم دي قصة كان جميع العرب يعني زي الجذور الوهابية، ونحن حاطينهم مصدومين ومنداسين كيف السوادنا يعني يعملوا مرقصة وقنا داخل الحرم المكي، مع انه ده مديح طبعا مديح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا يعني الامر. لما نجي لانه البنيات المدنيه برضو عندها شعيره المايل الى البيزنس والترفيه اللي هو الغنى الحديث، ومن ضمنه غنى الحقيبه، ده غنى للبيزنس، ولكن غنى العشيره والقبيله ممكن في لحظه السلم يبقى للبيزنس، لكن غنى العشيره للحرث وللسلم وللزراعه وللحصاد، وغنى البنيات الروحيه الروحانيه للعباده طبعا، وبرضو في لحظات السلم ولحظات الرفاهيه بيتحول الى مديح. ممكن تجيب المفتاح في بيتكم بقروش، تطبح لهم القصص المشهوره عدود، تجيب لهم المراره يقول لك يا اخي، تقول لهم اجيب لكم الشاي يقول لك خليه بعد المراره. فعمر البشير ايوه طبعا، دي طبعا اشاره الى انه الى الوعي الغبلي، لانه هو عايز فرسان من القبيله مقاتلين، لازم كان يعرض لهم يوريهم بانه منتمي لهم، لانه دي اشاره خطيره جدا كانت، بانه طبعا بيعرض، لانه غنى الغنى حماسة. المصاحب، الغنى المصاحب للحماسه وللمناحه واغاني الدوبيت، ودي اغاني العشيره والقبيله، دائما مصاحبه له اغاني العرضه والصقريه والبطان. يعني دي اساسيات الاساسيات الحركيه اثناء غنى العشيره والقبيله، واس غنى الحماسه ده بالسار شدوله ركب فوق مهرك الجماح، دخلوها وصغيره حام ما هو الفافنوس، واغاني الصاخبه مدفع الصاخبه الرزام الصاخبه، ودائما في سيف وفي ادوات عنيفه، والعنف ده طبعا شنو؟ عنف ممكن يكون للسلام لكنه ايضا عنف للحرب، بالتالي هو كان بيحاول يشحذ ويزور، يعني معلش للكلمه اللي احنا في مقام العلمي مفترض ما نقول كده، نقول بس يحاول بيشحذ همم الفرسان من القبائل المحدده، لانه العرض ذاته ما في كل انحاء السودان، العرض في الاساس حقت قبائل محدده اللي هم البطاحين والشكريه والجعلين، ده في الاساس، لذلك كان دي اشاره الى ذلك يعني. ده باختصار شديد جدا، افتكر ان احنا طولنا. نعم انا كان والله يا استاذ محمد، يعني مهما طولت ما بنحس ما بنشعر غير انا بتكلم عن نفسي، ما يمكن بشعر ده انت بانه بس انت لا لا لانك لا زول لا لا في عالمي بجد جميل، بقيه السودانيين طبعا برضو طبعا مرات الفارس يعني العشائري النبيل ده بيكون مرات نيرفز جدا، لانه اصلا قوي جدا، وده يحسم المواضيع ايميليتلي، لانه قلنا اصلا هو رمز العشيره والسيف حتى سريع يعني كده، عشان ودي كده طبعا من الحاجات برضو النقدي عندنا فمفترض الهوى بتاع نعيدها. العسكريه ده، احتمال برضو المره الجايه ان شاء الله يعني الحته دي نحاول نغوص فيها، لانه ايوه، وعندي انا مشهد النار، انا ده كنت هعمل مشهد تمثيلي اوريك بالضبط انه كيف القيم دي يعني بتحرك الزول فعلا، يعني ده ممكن يكون كلام سيوري ساكت.
انا كنت هعمل مشهد ده ما بنقدر نعمله هسه لانه محتاج لي نص ساعه، ما بقدر اعمله هسي عشان اوضح اكثر ببيان مثالي. كنت هعمل كوميديا تمثيليه اجيب فيها ثلاثه ناس ينتموا الى المنظومات الثلاثه دي، ونخط قدامهم نحطهم جوا بيت، وحتقوم نار نشوف كل زول حيتصرف كيف، وحتكون معاهم ثلاثه اطفال وامراه، حشوف انهم هم حيتصرفوا كيف لحظه القيام، لحظه الثانيه هم عرفوا في نار، في مثلا انبوب فرقع. دي حتورينا يعني مثال تصويري حنلقاه في الواقع بالضبط، حيكون زي اللي بيحصل في الواقع ده. ما بنقدر او حنحاول نعمل كده نعمل ان شاء الله افتتاحيه في الحلقه القادمه ان شاء الله. جدا. ايوه استاذ محمد جمال والله يا اخي يعني شاكرين جدا جدا، عندك كميه بتاعت ناس بيشكروا فيك باللايكات وبيرسلوا لك الرسائل. ما مشكله، انا ما راجي شكر، بس انا بفتكر انا داير الناس ينصحوني وينتقدوني وننتقد ونرشد بعض، وكمان الزول اللي بينبذني عافي ليه وشاكره. الله يديك العافيه. طيب نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه، شكرا جزيلا استاذ محمد جمال. شكرا لك وامنيات طيبه لكم اجمعين. الله يديك العافيه، مع السلامه. الله يسلمك.